تعطيهم الجماهير شهرة ومجد، وقد يعطيهم النقاد ثقة وخوف، ولكننا ومعنا هنا في ساعة صفا نهديهم كل الود والحب. نجمتنا نجمة فوق القمر بتكون، وجمالها ملك بيحكم ويؤمر جميع الكون، وسلطان بيحكم وأمير بيؤمر. احتاروا في سر جمالها، أنا قلت يمكن كلام العيون. عزيزي المشاهد ساعة صفا، اسمحوا لي النهاردة إني أقدم لكم فيرجينيا جميلة الجميلات. أهلا مدام ليلى. أهلا يا صفا. أهلا. أخيراً قدرنا نحصل على ليلى فوزي جميلة الجميلات. لا أبداً، أهلاً بيك مدام ليلى. أفتكر إن إحنا نقدر نقول وبقلب جامد مساء الجمال، صح؟ هو تعبير الحقيقة مصري صميم، إنما أعتقد إن هم يعني اخترعوه علشان ليلى فوزي يقولوا لها مساء الجمال. حضرتك ما اقدرش على الكلام الحلو ده. لا دي حقيقه طبعا، مش بقول حاجه من عندي. مدام ليلى، انا عندي سؤال في الحلقه تقليدي دايما بساله لكل الناس، انما قدام الجمال والحب الكبير اللي الناس بتحبه لك، هيخليني اغير صيغه السؤال شويه. هو السؤال عن ساعه الصفا، مع الهدوء الشديد ده نقدر نقول انه انطواء شويه ولا نقول ايه؟ لا اعوذ بالله، انطواء ليه؟ طب الحمد لله. مش انطواء. لا لا الحمد لله. طب نقول ساعه الصفا اللي بتعيشها ليلى فوزي في اي لحظه في حياتها امتى ومع مين؟ من غير دبلوماسيه، من غير حاجه، انا عايز اعرف اسرار. انا جايه هنا اعمل اسرار. ابدا هي مش اسرار ولا حاجه. يعني انا بحب قوي ان انا اقعد بيني وبين نفسي. حلو. ببقى يعني اختلي بنفسي. اه. ببقى سعيده جدا حقيقي. يعني تحبي الجو الرومانتيكي الشاعري، صح؟ صح. حضرتك مواليد برج ايه؟ الميزان. الميزان. الله. على فكره يبقى انا غلطانه في قلت انطواء، لان الميزان عمره ما هو منطوي، ده سعيد وهابي ويشاع سعاده على الاخرين. لا انا هادي، انا مش انطواء اعوذ بالله. لا ما فعلا هو فعلا. طب دي اللحظه الوحيده اللي تحبي تقعديها في يعني ساعه صفا، انك تكوني مع نفسك. بحس ان انا بواجه نفسي، بحاسب نفسي، بشوف انا عملت ايه، اتصرفت ازاي، ايه اللي حصل. الله. وببقى سعيده جدا. يعني انا اسمع بعض الناس يقول لك ايه، لا انا ما اقدرش اقعد لوحدي. انا ببقى سعيده جدا اما اقعد لوحدي حقيقي. هل ده تعود ولا دي طبيعه؟ يعني مثلا عودتي نفسك على ده ولا دي طبيعه في ليلى فوزي تحب تقعد لوحدها؟ لا طبيعه. يعني من وانتي صغيره تحبي يعني تميلي لانك تحبي تقعدي لوحدك، ولا نقدر نقول عليها استغراق في الطبيعه وما حولك؟ وفي شخصيات كده جميله جدا كتير من فعلا فعلا. انا بحب فعلا الطبيعه، بحب ان انا ابص للسما فوق واسرح وافكر، ومعرفش ببقى سعيده جدا ان انا اواجه نفسي. يعني ده شيء جميل على فكره، دي قوه شخصيه انك تواجه نفسك. دي كمان يدل على أنا دي قوه شخصيه جدا انك تواجه نفسك. انا عارفه ان في ناس كتير جدا يقول لك ما اقدرش اقعد لوحدي. يعني يبقوا منزعجين جدا، ازاي قاعدين لوحدهم. انا بالعكس ما اعرفش. يعني حضرتك تعتمدي على نفسك في حياتك ولا تحبي دايما حد يساعدك؟ يعني تقدري تعتمدي على نفسك في كل حاجه في حياتك؟ انا بعتمد على نفسي فعلا كل حاجه. كل حاجه. مدام ليلى، معروف انه حضرتك عندك نقول ايه، نقول صديقات كتير وزملاء كتير، واجمعوا ما فيش اتنين اختلفوا على ليلى فوزي ابدا، اولا لحبهم ليها وثانيا لصداقتهم بيها. كمين الفنانه اللي تتذكريها من زمن الفن الجميل مثلا تقول لها يعني امتى تعود ايام الصفا اللي كنا بنقضيها؟ تقول لنا مين يا صفا؟ انت فكرتيني بالناس بتوع زمان، الناس الحلوه الجميله. ومش شخص واحد،
فكرتيني بهدى سلطان، فكرتيني بنادية لطفي وماجدة وفاتن ومديحة ومريم منيب واسماعيل ياسين والناس الحلوة دي كلها وحسين رياض. طبعا الناس دول يا سلام يا خسارتهم حقيقي، الواحد كان يتمنى انهم يكونوا موجودين دلوقتي. صحيح حقيقي. بس هم موجودين بأعمالهم، موجودين فعلا، ما دي الحلاوه ان فعلا بنشوفهم وبنفتكرهم وبنقول يا سلام يا سلام عليهم. انما هم دول الناس اللي ساعدونا اول احنا ما طلعنا. حقيقي. يعني احنا لسه كنا صغننين وهم طبعا كانوا خبره وبقالهم مده طويله بيشتغلوا، وكنا احنا لسه ما عندناش خبره ولا عندنا فكره عن اي حاجه. عارفه؟ طبعا. ففعلا وقفوا جنبنا وبقوا يساعدونا، لا اعملوا كذا ولا قولوا بالطريقه دي ولا يعني عارفه. حقيقي كان شيء جميل. طب ده بالنسبه مفيش لفنانه معينه؟ مفيش فنانه معينه نقول لها؟ هم كلهم كده حلوين. كلهم يعني يعني تقدريش تقولي واحده، كلهم فعلا. يعني ناديه لطفي دي مثلا من اول ما اشتغلنا مع بعض في صلاح الدين، من يوميها واحنا بقينا اصدقاء للنهارده حقيقي. يعني حقيقي كان ايام جميله وحلوه. مدام ليلى نسبه الجمال كانت مرتفعه جدا، يعني كانت ناديه لطفي جميله وجنبها ليلى فوزي قمر، وما كانش فيه غيره منافسات اي حاجه من الحاجات دي. لا لا لا، غيره لا ابدا ابدا. يعني كانت في منافسه ولازم تبقى موجوده المنافسه طبعا. يعني عارفه ما بتشوفي فنانه عملت دور حلو تقول يا سلام الدور ده جميل قوي، انا نفسي يجي لي دور زي ده. الله. عارفه انما مش حقد، مش 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 حاجه وحشه يعني. لا طبعا مش حقد، ابقى مبسوطه لها. تنافس شريف يعني. تنافس شريف هو ده. والتنافس لازم يبقى موجود، والا لان بيخليكي انت تدوري وتدعوا اللي تعملي حاجات احلى واحسن. صحيح. فعلا. صحيح. يعني. طب مدام ليلى لو قلنا مين الراجل اللي تقول له ليلى فوزي امتى تعود ليالي الصفا مره ثانيه؟ اقول امتى تعود ليالي الصفا لعماد حمدي، شكري سرحان، كمال الشناوي، عمر الشريف. الله. حقيقي يعني طبعا ناس الواحد عاش معاهم ايام حلوه حقيقي، وعملنا افلام حلوه مع بعض. والحقيقه كان لنا لقاء مع النجم العالمي الكبير عمر الشريف، ومن الممثلات اللي ذكرهم معاه في هذا الحديث ليلى فوزي، قال انها لها مكانه خاصه وان هي فنانه كبيره وعملت بصمه كبيره في السينما. فاحنا لينا كلام لسه هيطول، وتفضلي بقى حضرتك معايا نكمل الحديث. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. يعني كل اللي مطلوب من حضرتك حاجه واحده، انك تقولي لنا رايك ايه في الاجابه، وهل انت موافقه عليها او معترضه على حاجه، وايه هو وجهه نظرك او اعتراضك لو في اعتراض. موافقه؟ موافقه. خلاص نشوف شاشتنا. ليلى فوزي جميلة الجميلات، برنسيسة السينما المصرية. الجمال حينما يوحي بالغموض وينطق ويتحدث بالسحر. إنها واحدة من ممثلات الجيل الذهبي في السينما المصرية، وإحدى حوريات الشاشة الفضية. تميزت ليلى فوزي بين نجمات جيلها بجمالها الأخاذ وإطلالتها على الشاشة، وكأنها حورية من البحر جاءت لتلطف من حرارة الحياة. ولدت ليلى فوزي على أحد شواطئ تركيا من أم تركية وأب أرناؤوطي، حيث هاجرت أسرتها إلى مصر بعد شهر واحد من ولادتها. عمل والدها في تجارة الأقمشة بالقاهرة حتى أصبح من كبار التجار الذين يملكون الكثير من الأموال. التحقت ليلى فوزي بإحدى مدارس الراهبات بحي شبرا، ولكن سرعان ما حجبها والدها بالبيت بسبب جمالها الزائد، وجاء بالمدرسين لتعليمها في البيت. وكبرت الفتاة الصغيرة، وكبر معها حلمها بأن تكون ممثلة سينما
رغم معارضة والدها الشديدة لذلك، إلا أن نبوءة جدتها لها بأنها ستصبح نجمة ساطعة قد زرع الأمل بداخلها لتحقيق هذا الحلم. وحالفها الحظ حينما شاهدها المخرج السينمائي نيازي مصطفى عندما قدمها له أحد أصدقاء والدها، وأعجب بها وبجمالها كثيرا، فقرر أن يسند لها دورا في فيلم مصنع الزوجات بطولة كوكا محمود ذو الفقار ودولة أبيض. وما أن سمع المخرج السينمائي الكبير محمد كريم عنها حتى حرص على أن يراها، فوجدها آية في الجمال، فلم يتوانى عن إسناد دور لها في فيلم ممنوع الحب أمام الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، والذي ربطه بها صداقة قوية بعد ذلك. كان لإطلالة وجه ليلى فوزي على شاشة السينما أثر كبير على جماهير السينما، مما جعل محمد كريم يقرر عمل عقد احتكار لها بثلاثة أفلام وكلهم بطولة محمد عبد الوهاب. ولأنها لفتت الأنظار إليها بسرعة، مما أغرى المخرج الكبير توجو مزراحي بعمل عقد احتكار جديد لجهودها خلال 3 سنوات قدمت خلالهم العديد من الأفلام. وتوالت نجاحات ليلى فوزي من خلال أعمالها السينمائية رغم الحصار الشديد في شخصية الفتاة الأرستقراطية في تلك المرحلة من حياتها، إلا أنها حاولت أن تفلت من هذا الحصار وتقدم نوعية أخرى من الأدوار، فقدمت الفتاة المغلوبة على أمرها في فيلم أنا بنت مين من إخراج حسن الإمام، ودور الملكة فيرجينيا في الناصر صلاح الدين، إلى أن بلغت قمة التمرد على أدوارها جميعا حينما لعبت دور الزوجة الخائنة أمام عمر الشريف في فيلم من أجل امرأة. تزوجت ليلى فوزي 3 مرات، حيث كانت الزيجة الأولى من صديق والدها المطرب عزيز عثمان، والذي كان يكبرها بنحو 30 عاما، حيث كانت هذه الزيجة مفاجأة للجميع لدرجة أن البعض اتهمها بالجنون. وكانت زيجتها الثانية من نجم النجوم وقتها أنور وجدي، والذي صدمها برحيله بعد 6 شهور فقط مروا في حياتها كالحلم الجميل. وكانت آخر زيجاتها من المذيع اللامع الراحل جلال معوض، والذي رحل وترك لها ذكرى جميلة وصفحة بيضاء سطرت فيها ليلى فوزي أعذب وأصدق كلمات التضحية والوفاء. وكانت هذه الزيجة سببا مباشرا لانقطاعها عن العمل السينمائي لمدة 7 سنوات بعد أدائها لدورها في فيلم دلال المصرية، وذلك حتى تكون بصحبة زوجها جلال معوض خارج مصر، مضحية بالكثير والكثير من أجل ظروف خاصة جدا جدا. إلا أنها بعد عودتها إلى مصر أقنعها المخرج أشرف فهمي بالعودة مرة أخرى إلى بلاتوهات السينما، حيث شاركت في العديد من الأفلام السينمائية والتي كان آخرها فيلم ضربة شمس، ليغيب وجودها مرة أخرى عن شاشة السينما لإصرارها على ألا تكون مجرد صورة جميلة لشخصية هامشية لا تأثير لها على الإطلاق، ولتبدأ مرحلة جديدة في حياتها وتتجه إلى التلفزيون الذي وجدت فيه ضالتها
من خلال العديد من المسلسلات التي شاركت فيها. واليوم دعونا نلتقي بها ونرحب بنجمة ظل الاحترام والالتزام هو ظلها طوال رحلتها مع الفن. تعالوا نرحب بها فنانة ونقدم لها كل الاحترام كإنسانة استطاعت أن تخفي الكثير والكثير عن حياتها وعن جماهيرها حتى بدت كأسطورة للغموض والانطواء. دعونا نسألها عن سر الصرامة التي تبدو على جمالها رغم بساطتها الشديدة وقلبها الذي لم يعرف سوى الحب. تعالوا نرحب ونحتضن جميلة الجميلات ونرشحها معا ملكة جمال السينما المصرية في ساعة صفا. أنا شايفة دموعي يا مدام ليلى. دي سببها إيه؟ يعني هي مش دموع بس، يعني رجعتيني لورا كتير، خلتيني افتكرت حاجات كتير، حاجات يعني ذكريات حلوة. حلوة أكيد، ما فيهاش حاجة مؤلمة ولا حاجة مرة يعني زي ما بيقولوا. أكيد فيها حاجات مؤلمة وفيها حاجات حلوة. الحياة كده، في الحلو وفي المؤلم، ده شيء طبيعي. بس مدام ليلى انت بتعرفي البني آدم ما بياخدش كل حاجة. أكيد صحيح. بتعرفي تواجهي المر بشجاعة تحسدي عليها، صح؟ الحمد لله، دي حاجة من عند ربنا الحقيقة. يعني دي حقيقة. مدام ليلى انا حاسة ان جواكي حاجات كتير عايزة تقوليها، بس مش عايزة يعني اقطعك، عايزة اسمعك وعايزة اطلعها، بس مش عارفة اطلعها ازاي وخايفة تكوني ضيف صعب عليا من اول الحلقة كده. عايزة تعرفي ايه؟ عايزين نسمعك. ايه اكتر شيء لفت نظرك في الرحلة اللي عرضناها على شاشتنا دي؟ كان كل حاجة ملفتة للنظر، وكان كل حاجة كنت بقف عندها، بأحاسيس مختلفة طبعا، وبمشاعر حلوة في الوقت نفسه، ومشاعر وأحاسيس مؤلمة جدا. هي دي الحياة، الواحد ما بياخدش كل حاجة. طب انا يعني عايزه اقول انه الحياه ادت لليلى فوزي كتير ما شاء الله طبعا، انما ايه اللي خدته؟ دايما الحياه بتعطي وتاخذ، اخذت ايه من ليلى فوزي؟ اعطتها الكثير ما شاء الله، انما اخذت ايه؟ اخذ مني حاجات كتير برضو. زي ايه؟ يعني الـ 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 الحاجات المؤلمة اللي مرت في حياتي، وكانت كتير عليا وكانت صعب. يعني صعب اي انسان يتحملها، يعني عارفة كذا حاجة ورا بعض، بس الحمد لله يعني ربنا اداني القوة بحيث ان انا تحملت كل ده ورجعت وقفت على رجلي وابتديت اشتغل. يعني طب نقول ايه اصعب موقف نقول اخدته منك الحياة، او اغلى حاجة، حاجة غالية اتخذت من ليلى فوزي؟
الحياة خدت مني حاجات كتير حقيقي. اغلاها ايه؟ انا قربت اوصل اهو. ايه اغلى حاجة نقول؟ مش عارفة اقول لك ايه حقيقي. يعني اما تبقي عايشة حياتك سعيدة ومستقرة وفجأة تلاقي كل ده راح، اظن ده مش سهل، صعب. طب انا بقى عايزه اخرجك من المود ده، ايه رايك يا مدام ليلى؟ عشان ما تزعليش مني تتضايقي. لا انا مش زعلانه. انا في بقى بصراحه خلاف هبتدي احكي، وارجو انك يعني تسمعيني على طبيعتي. الخلاف ده حصل بيني وبين المخرج. انا من طبعي ما اقراش الفاكسات الا قبل البرنامج بحاجه بسيطه جدا، وما بشتركش في ترتيب الفاكسات، ولكن الاعداد والسيناريو بيحط الفاكسات والاسئله بطريقه المكتوب، وانا موافقه على ده. ولكن النهارده انا اختلفت مع المخرج، وحتى يا عمر يا زهران لو زعلت مني انت حر، انما شايفه ان في فاكس قدامي حط هو رقم 10، صح؟ انا بصراحه شايفه انه ده يعني فاكس من اهم الفاكسات، وعايزه ابدا بيه الحلقه، وعايزه اخرجك من المود ده. عندك استعداد؟ قوي طبعا. اسمحي لي اقرا لحضرتك واحد بيقول لك الاتي: النجمه الجميله وفتاه احلامي حتى اخر العمر، ليلى فوزي، وكاتبها في وسط السطر بالخط العربي. ربما تدهشك رسالتي، وربما تثير بداخلك السخريه مني، لكن صدقيني صدقيني أنني صادق، وأقسم لك أنني لا أرى حلما في حياتي أقرب لي منك، فأنا أعمل في تجارة قطع غيار السيارات، ولقد ورثت تجارة وأموالا كثيرة عن والدي، وتوفيت والدتي، وتزوجت ثلاث مرات، في كل مرة كنت أختار شبيهة لليلى فوزي، ولكني في النهاية كنت أصدم حينما أكتشف أنني خدعت ولم أجد ليلى فوزي. والآن أشعر أنه قد آن الأوان، وأنا أبلغ من العمر 35 عاما، فهل لك أن تحققي لي أمنيتي وتقبلي اعتذاري واعتزازي بك، وشكرا جزيلا لساعة صفا. اسمح لي اقول لك الاسم بقى ولا ما اقولوش؟ اقوله. نبيل علي مهران، القاهرة. كاتب تحت: عريس لليلى فوزي. معلش يا نبيل، معلش يا نبيل. نعمل ايه؟ ده لطيف قوي وخفيف جدا على فكرة. لا ده طلب بجد، اتجوز كده مرة واحدة. طبعا بيقول اتزوج ثلاث مرات عشان يلاقي ليلى فوزي، ما لقاش ليلى فوزي، ففشلت الثلاث جوازات. يعمل ايه؟ هو عنده حق. انا شخصيا موافقة، يعني عنده حق، بس هو دمه خفيف حقيقي. لا والله لا. ردك ايه يا ابني؟ ردك ايه؟ اقول له أو يعني احساسك ايه بحد بيحكي لك الحكاية دي؟ احساس جميل طبعا. طبعا اكيد. اقول له انك انت دمك خفيف، وانا بشكرك على كلامك الحلو ده يا نبيل، عشان يبقى برضه يا نبيل. واتمنى انك انت تلاقي الست اللي هي تحس انها فعلا مش عارفه اقول له ايه. ما هو قال انه مصر على ليلى فوزي، فتزوج ثلاث مرات ولما اقترب لقاه مصر. ما تحبيش تتعرفي على شخص كده؟ ما تحبيش تتعرفي؟ ولا خليه يتصل بساعة صفا واديله رقم التليفون.
يا نبيل علي مهران. اصله الحقيقه فاكس لذيذ فحبيت اطلع قوي. لا ما اقول دمه خفيف حقيقي. لا هو دمه خفيف دي مجامله يعني، انما بصراحه انت عندك حق. عموما رسالتي دي هتخلينا نلتقي على شاشتنا بسؤالين، سؤالين لنجمه كبيره هتكون مفاجاه معانا النهارده في ساعه صفا، ولكن السؤال الاخر لكاتبه صحفيه معروفه هتوجه لك سؤال. سؤال هنشوف الشاشه. هي عملت لي حاجه جميله جدا غير طبعا هوانم جاردن سيتي، هي كانت احلى واجمل الهوانم يعني. في الحراملك، وده برضو من انجح الروايات اللي عملتها مدام ليلى فوزي، كانت بتقع في حب شخصيه اصغر سنا منها، وطبعا دي كانت ثوره دراميه كبيره قوي، وحصل تساؤلات كتير قوي، وهي بمنتهى الشجاعه عجبتها الفكره وعجبها الدور وجسدته باحلى ما يكون، بطبيعتها وبجمالها وبالنعومه اللي هي بتشتغل بيها باستمرار. فانا عايز اسالها برضو ايه رايها في الوضع ده حاليا، لو ست في سن معين تبتدي تقع في غرام راجل اصغر منها، اسمع رايها. ايه رايك بقى في ده بقى الاستاذ نبيل لو سمع هينبسط قوي. لا هو واضح انه بقى يمكن متفق معاه ولا حاجه. جاهز. لا هو طبعا بحكم الظروف قلنا ننزل السؤال ده فعلا. لانه يعني ايه صحيح وجهه نظرك؟ انه ست تتجوز يعني حد اصغر منها. حد اصغر منها؟ لا يعني ليه لا اساسا؟ مش عارفه يعني مش كل واحد تفكيره بيبقى زي التاني. ممكن ست تستلطف او تحب شخص اصغر منها، وممكن ست تانية تقول لك لا ما اتجوزت اصغر مني. طب انت من انه نوع ست؟ لا اعرف يعني بصراحه اوجد. انا يعني ما اعرفش، انا رايي ان الست ما تتجوزش الاصغر منها. ليه؟ ما اعرفش يعني احساسي انه الراجل هو اللي لازم يبقى اكبر، ما اعرفش ليه يعني هو كده يعني، احنا اتربينا وكبرنا على كده. طب لو وجدت ليلى فوزي الشخص المناسب اللي قدر يديها الاهتمام والحنان والحب وطبعا وجوده كرجل يملى مكانه وهو اصغر، ايه المشكله يعني؟ هل اقل سنا دي تبقى مشكله عائق في حياه ليلى فوزي؟ شوفي بقى انا ايه هفكر في الحكايه. لا انت مصره هفكر. سامع يا نبيل؟ خد بالك يا نبيل انا اهو اديك سمعت الاجابه. لا يعني ايه المانع؟ معرفش يعني كل واحد له وجهه نظر. طب الفرق يكون مفروض قد ايه بالظبط كده في وجهه نظر حضرتك؟ يبقى في تقارب بالنسبه للسن الست والراجل اللي هتجوزه يعني الفرق يكون قد ايه كده يعني ممكن؟ يعني المفروض مثلا قولي 5 سنين مثلا يكون اكبر؟ ست. طب لو يعني مسموح بالاصغر يبقى فرق كام سنه كده مثلا؟ ما انا قلت لك ما فكرتش في الحكايه دي. انا عندي تلف هنا في الاير بيس مش يعني مرفوض خالص المبدا ده. مرفوض. طب تفتكري ممكن يحصل ايه لو واحده اكبر اتجوزت شاب اصغر؟ كان عندنا رأي نجمة كبيرة في ساعة صفا وقالت العكس ده أحسن، إنما وجهة نظر حضرتك إيه بقى؟ ما أنا بقول لك كل واحد له وجهة نظر. طب وجهة نظر يعني أنا أقول كده أنا في رأيي إنه لأ. غيري ممكن يقول يقول ليه لأ ما دام واحد بيحبني ومخلص ليا ولطيف معايا وبني آدم وقف جنبي وكده ممكن تقتنع، ليه لأ؟ يعني كل واحد له وجهة نظر.
طيب عندنا في رساله من بيروت ومفاجاه لطيفه جايه لنا كده من بيروت لمدام ليلى، شوفيها؟ اه شوفها قوي. اتفضل. حبيبتي ليلى فوزي، انا بحبك جدا ولغايه دلوقتي انت جميله جدا جدا، وربنا يطول عمرك. حتى لما بتطلعي مسلسلات بتبقي كده حاجه تانية، في لبسك، في شياكتك، في كل حاجه. يا حياتي عايزه اسالك سؤال، يا ترى انت عايشه لوحدك ولا عايزه يعني ما ارتبطتيش بجواز ولا ايه؟ لان لو كنت لوحدك هتصعبي عليا، ان كان في حد جنبك هطمئن عليك. يا حبيبتي يا صباح، حقيقي حبوبه الست دي، الواحد ما ينساش ايامها الحلوه وما كانت معانا هنا حقيقي. واشتغلنا احنا مع بعض كتير حقيقي. اشتغلت كتير مع بعض. اشتغلنا مع بعض فعلا. حبيبتي صباح، انا مش مرتبطه باي حد. اذا كان عندك عريس يعني قولي لي بقى يعني. انا شايفه الليله دي انتوا مصرين تجوزوني. مصرين طبعا، الحلاوه دي لازم ترتبط. طب هي بتسال يعني، هي سأل قالت ايه؟ انا ازعل قوي لو انت لوحدك. بتسالك عن الوحده، انت لوحدك يا مدام ليلى. انا مش لوحدي يعني. انا في وسط اصحابي وفي وسط اهلي واخواتي واولاد اخواتي ومش حاسه باي وحده يعني في اي وقت من الاوقات يعني، بالعكس. ما تشعري. وبعدين انا من الناس اللي يعني وقتي كله مشغول، يعني ما بحسش بان في اي وقت فراغ بالنسبه لي. يعني شغله كل وقتي. يعني انا هواياتي كتير. زي انا رياضيه، اولا بعوم وبلعب تنس وبلعب سويدي برضو وبمشي، بس طبعا مش كل ده في وقت واحد يعني. يعني بتعملي قد ايه كل يوم مثلا؟ وبعدين يعني لو بشتغل بيبقى صعب ان انا اعمل رياضه الحقيقه، لان انت عارفه طبعا بنصحى بدري جدا. طبعا. ونروح وبنرجع 11 12 بالليل، ف حضري لليوم يعني اللي بعده يا دوبك الحق اشيل مكياج وانام. مش ممكن يعني. وبعدين ليا هوايات ثانيه، انا بحب اشتغل كنفا. الله. يعني عامله حاجات كتير قوي في البيت عندي، كنفا، تابلوهات و مفارش واباجورات وحاجات كده يعني. ده جميل. وانا من النوع بحب اقعد كتير في البيت، اشوف شؤون البيت، اشوف حاجات في البيت، احيانا اخش اطبخ، بقى لي مزاج في اكله معينه مثلا اعملها. يعني انا بحس اليوم مش مقضيني يعني، عارفه يعني عايزه يوم اطول من كده. اطول من كده. يعني ما فيش اي احساس بفراغ او او بضيق يعني. بضيق. هو جميل اللي حضرتك قلتيه ده كله، ولكن احيانا الانسان يشعر انه بيعمل كل ده ولكن حاسس بحته فراغ ناقصه، في حنين، في حاجه ناقصه. هل الحنين ده ما بيجيلكيش؟ لا اكيد بيجيلي طبعا. اكيد، والا اكون بلا مشاعر وبلا احساس. لا يعني. عفوا، احنا نقصد. لازم يعني طبعا. اكيد. طب مين يمر في طيف او خاطر ليلى فوزي في الوقت ده بصراحه؟ يعني اللي انا حبيتهم، اللي عشت معاهم، افتكر الايام الحلوه اللي قضيتها. مين بالتحديد حضرتك اما يجيلك الاحساس ده تتذكري؟ لا بقى بلاش التحديد ده وحياتك كفايه. طب نكمل الكلام بعد سؤالنا اللي جاي على الشاشه. طب يلا نشوف الشاشه. انا كلما التقيت بالفنانه ليلى فوزي احب ان انا احس ان انا عايز انحني لها، لانها كان لها دور انساني رائع. وانا يمكن دي فرصه ان انا اقول للمشاهدين ان الى جانب ان في فنانه عظيمه على الشاشه اسمها ليلى فوزي، ففي انسانه جميله ورائعه اسمها ليلى فوزي، تمثل احساسنا بيها من خلال اهتمامها بزميلنا الراحل جلال معوض في اخر ايامه وفي الفترة العصيبة الاخيرة اللي عاشها مع المرض، وكيف
انه الفنانة ليلى فوزي كانت اكتر من انسانة ومن ملاك الرحمة في رعايته، واذكر انها نامت على كرسي في الطرقة في المستشفى حتى تكون الى جانبه في اللحظات الاخيرة. انا طبعا مش عايز اوقظ فيها هذه الذكريات، لاني حبيت اقول للمشاهدين انكم سهرانين دلوقتي مع انسانة واكثر من انسانة بقلبها الكبير وبرعايتها لزوجها الراحل جلال معوض. حقيقة انا بشكر الاستاذ وجدي حقيقي، يعني مشاعر حلوة وكلام حلو حقيقي. يعني هو قال الحقائق على ليلى فوزي، يمكن كتير يمكن جمهورنا ما كانش متابع تفاصيل حاجة زي كده. معرفش يعني هو يعني انت نجحتي في ان احساس الزوجة، حسيت ان انا كزوجة لازم اعمل كده، مقدرش اعمل غير كده. بس آن الأوان لأن جمهورك يعرف هذا الجانب من ليلى فوزي، يعني ما يعرفوش كتير عن حياة ليلى فوزي أو عن أخلاقياتها وعلى سلوكها وعلى الحتة الجميلة اللي يمكن ما يعرفهاش الجمهور. أنت عندك مقدرة أن تخفي جوانب أو جوانب كتيرة في شخصية حضرتك، خاصة شيء مشرف وعظيم وفنانة وقدوة زي حضرتك العديد من الزوجات طبعا، مفيش كلام. يعني انا ما بقصدش ان انا اخفي حاجه، بالعكس انا يعني حاسه ان انا انسانه واضحه مكشوفه، يعني مفيش حاجه مستخبيه، واحساسي انه مفيش حاجه اخبيها، يعني مفيش حاجه تخليني اخبيها. يعني حياتي كلها اعتقد ان كل اصحابي وكل الناس حاسين بيا باحساسي وبمشاعري، وانا انسانه واضحه مش غامضه يعني، ومانيش منطويه على فكره. انا اتقالت حكايه كلمه منطويه دي، ما احنا قلنا تبدو منطويه، يعني الحقيقه احنا قلنا تبدو، ده احنا بنقول الرياكشن اللي بيظهر للناس، احنا بنترجم. لا هو جايين نوضحه ونصححه في ساعتها. هو مش انطواء، هو يمكن انا هدوئي يمكن ده اللي بيوحيلهم بان انا منطويه، بس الانطواء شيء والهدوء شيء تاني. اكيد يعني أكيد. ملهمش علاقه ببعض يعني. اكيد. الأستاذ وجدي الحكيم صديق كان للأستاذ جلال معوض، ويعلم الكثير عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والصعبة في حياته، ولكن خلينا مع الفترة يعني نتكلم على الفترة اللي حضرتك شاركت فيه أو روحتي معاه في خروجه من مصر تقريبا. كان إيه السبب أولا أستاذ جلال؟ هو جلال كان بيحب جمال عبد الناصر جدا، وكان عبد الناصر وكل المجموعه اللي معاه كلهم كانوا بيحبوه فعلا، وكانوا بيعاملوه معامله خاصه حقيقي يعني عن اي مذيعين تانيين. ده حتى يعني كانوا المذيعين التانيين كانوا بيتضايقوا من الحكايه دي، يعني كانوا يطلبوه يخش عليهم في اي وقت هم فيه، هم قاعدين ببيجامات قاعدين على راحتهم وحاجات كده، يعني كان في مشاعر حلوه بينهم، عارفه طبعا. ف لما مات جمال عبد الناصر جلال زعل عليه جدا جدا حقيقي. يعني هو بيقال انه اكثر شخص عمل تعليق مؤثر، كانوا عاملين زي استبيان في الإذاعات، ده صحيح، قالوا أنه أكثر مذيع قدم حدث هز مشاعر الناس كان الله يرحمه الأستاذ جلال معوض في وصفه لجنازة جمال عبد الناصر. ده صحيح. ده صحيح فعلا، لأنه كان هي دي حسيسه، ده شعوره يعني، هو ما كانش لا طبعا يعني بيمثل ولا حاجة. لا طبعا، فهو ده بقولك كان فعلا زعل عليه زعل غير طبيعي.
فمرة بكلمه بقول له مش معقول يعني بالطريقة دي، ويعني خاف على نفسك يعني وكده. قال لي أنا ما عيطتش على أبويا زي ما أنا عيطت على جمال عبد الناصر بالشكل ده حقيقي. فقعد فترة طويلة جدا جلال مش قادر يطلع يقدم في الإذاعة. ف الناس بقى كل واحد بقى بكلمة، وكل واحد يقول حاجات، وان هو مش راضي عن الوضع ده، وان هو يعني مع يعني بينقله للحكومة مثلا او لرئيس السادات او حاجة زي كده يعني بينقله بينقله للمسؤولين وحاجات زي كده. فكل ده كان ايه بيفوت يعني عارفة. فجاء بعد فترة كان المفروض لازم يقوم يطلع بقى يقدم أنور السادات. فراح فعلا قبل كده بعد ما مات جمال عبد الناصر راحوا كل المذيعين، وجلال راح في سرايا عابدين عشان يعملوا مبايعة للسادات. السادات حتى ايه سلم عليه وقال له شد حيلك يا جلال. فهو جلال اعتبر ان هو يعني ايه مقدر ظروفه لانه ما بيروحش يذيع وكده. فجاء مدير الاذاعه قال له لا لازم بقى تطلع بقى تقدم بقى كفايه بقى اللي انت فيه يعني ده وكده. يعني فعلا الحزن كان واصل لدرجه انه مش قادر مش قادر لان هيروح في نفس المكان يعني في نفس الحته اللي كان بيقعد فيها في مع عبد الناصر. ففعلا كان يعني هدي وبقى كويس. فراح يقدم أنور السادات. كان زي ما كان بيقعد قاعد هو على مكتب وأنور السادات قاعد قدامه على مكتب. وفجأة قالوا لك التلفزيون فتح الصورة وكده. فبص المهندس بص له كده وقال له الميكروفون بتاعك بايظ. فمعرفش يعمل ايه. خلاص بقى على الهوا هو وأنور السادات ومش عارف يتكلم. فبص للسادات بايده وعمل له كده انه يتكلم. فطبعا هو ما لقى جلال عمل كده وكان بيقعد وشايف جلال بيقدم جمال عبد الناصر ازاي فهماني. ف رجع وطبعا جه في دماغه كل الكلام اللي كان بيوصله. فلقى انه كلام مظبوط اهو قاعد قدامه ما قدموش مش معترف بيه خد بالك. بس فهي دي الحكايه. فهو بقى احساسه ان هو الظلم يعني ما عملش حاجه بحيث انه عفوا لمقاطعتي لحضرتك هو ما كانش عنده من الفطنه والذكاء طبعا المعهود عن استاذ جلال والبديهه السريعه انه يفهم رئيس السادات انه في عطل حصل او خلل في الهندسه. هيفهمه امتى؟ ما هو بقى على الهوا خلاص. خلص الموقف قام مشي يعني ما كانش فيه فرصه. وبعدين في لحظتها ما قدرش وبعدين جلال كان متكل ما كل ده ولا ارتبط يعني مفاجاه. لا يعني هو كان متكل ان دي حاجات بتتكتب في اوراق ان الميكروفون في الساعة دي ما عطل وحاجات زي كده مثلا. طب وايه اتكل ان ده مكتوب في اوراق ورسمي وهيتعرف هو ما اتكلمش ليه. فهماني. انما في لحظتها ما قدرش في لحظتها ما عملش. يعني بعد كده اصحابه والناس وبتاع قالوا له روح واتكلم وتظلم ومش عارف ايه. قال اتظلم على ايه وانا عملت ايه عشان اتظلم. طب ايه كقرار العند معاه بقى ما رضيش لا يتكلم ولا يعمل ولا. طب رد فعل رئيس السادات ايه؟ كان ايه عمل ايه؟ ولا حاجه ما عملش حاجه. لا اتكلم وخلص. لا انا بقول بعد كده يعني بعد كده عمل ايه مع استاذ جلال عشان يفهموا يعني هل مثلا وقفوا عن العمل؟ هل منعوا من العمل؟ هل طبعا حالوا على المعاش على طول. وقفوه وحققوا معاه ما اعرفش اياميه كان مين اللي بيحقق. وحتى التحقيق ما قدرش يثبت براءته لانه ان الراجل قال له ان الميكروفون عطل.
مين اللي هيروح بقى يدور على الميكروفون ويدور على الورق وبتاع، يعني هي حاجه اتعمل السريعه سريعه كده. يعني بتهالي كان فيها مؤامره، ممكن يعني ممكن تكون مؤامره من اشخاص ادت لده، لان ابسط حاجه التحقيق لازم يدور ورا الاسباب. طب في ناس ورا ده كله طبعا يعني اكيد. وهو دايما ما انا بقول لك اما بيبقى في انسان ناجح جدا في عمله، وخصوصا زي ما بقول لك كان هو الوحيد اللي يسمحوا له كله ما يخشش، وهو الوحيد اللي يخش يسمحوا له. فدي كانت عامله حساسيه فظيعه جدا لبقيه المجموعه والمذيعين. بعد بقى فترة كده قام جه القذافي، كان بيحب جلال جدا وكان بيروح مع عبد الناصر هناك وكان بيشوفه كده، فطلب من أنور السادات ان هو يروح ليبيا. طلبه رسميا بقى. رسميا فدي الفترة اللي راح فيها ليبيا. وحضرتك سافرت معاه في الفترة دي؟ طبعا سافرت معاه، يعني ما كانش ممكن ان انا ما سافرش، يعني سبت طبعا بطلت شغل سافرت معاه، قعدنا سنتين هناك كاملين. انت يعني مدام ليلى انت بتدينا بتخلينا ان احبك زياده، يعني انا بصراحه كل ما نسمع الجوانب الجميله بتاعتك دي بنحبك زياده، يعني مش مجرد نجمه بنحبها من الشاشه وفنانه كبير، انما ابقيتي في اللحظه دي الزوجه والانسانه قبل الفنانه، برغم ان عارفين حبك الشديد للفن. لا طبعا يعني انا احساسي ساعتها نسيت كل ده، يعني نسيت شغلي ونسيت اسمي ومشهورتي وكل ده نسيته، وحسيت ان انا جوايا حاجه واجب لزوج حصل له ازمه زي دي لازم اقف جنبه طبعا، يعني ان شاء الله ادوس على الدنيا كلها، يعني ده شيء طبيعي بيتهيألي لازم كل واحد يعمل كده، يعني مش شايفه ان انا عملت يعني حاجه خارقه يعني او غير عاديه. لا احنا يعني عايزين نقول انه يعني حضرتك نوعيه بتختلف عن نوعيات، يعني مش هنقول طبعا حوادث فنانات اخريات ونجمات اخريات، في لحظات بيفضلوا طبعا شهرتهم فقط قبل كده، احنا عايزين نقول ده جزء من الايثار، يعني على ايثار النفس. انه ما تمسكتيش بانانيتك في نجاحك ونجوميتك الكبيره، انما حبيتي الحته الانسانيه اكبر كانت واشمل في حياتك، ودي حته جميله جدا 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 يعني. انا بس نفسي اسال حضرتك على ايام الغربه اللي انت قضيتيها بعيدا عن الاصدقاء، بعيدا عن الشهره، بعيدا عن الاضواء، بعيدا عن الصحافه، بعيدا عن كل حاجه، كانت ايه؟ كلمينا عنها. كانت مش سهل، يعني مثلا انا قعدت سنتين ما نزلتش ولا يوم مصر خالص. يا خبر. في الوقت اللي كل المصريين اللي كانوا هناك كانوا رجاله بس اللي قاعدين، والستات بتوعهم مش موجودين، ما بيقعدوش، كانوا يجوا في الاجازات يقعدوا يومين ثلاثه معاهم وينزلوا وخلاص. فتصوري ان انا خدت السفراجي بتاعي معايا، ما قدرش استحمل اكتر من 3 اشهر، قال لي مش قادر، مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد يقول له حاجه. يعني خصوصا احنا كنا مدين لنا فيلا في منطقه كلها اجانب، فما كانش ليا علاقه خالص باي حد في ليبيا نفسها، يعني او زي ما تقولي ما كانش عندي وقت، يعني عارفه. ليه يا مدام ليلى ده ما فيش هناك شغل، ما فيش اي حاجه، يعني حضرتك كانش عندك وقت ليه؟ ازاي بقى ده انا الشغل كله السفراجي اللي عندي بقول لك ماشي مين هيعمل بقى الشغل؟ ما فيش هناك ناس بيجوا يشتغلوا يعملوا حاجه في البيوت وكده. ما فيش، فبقيت انا اللي بعمل كل حاجه، بعمل الطبيخ بطبخ والمكوى والغسيل في تحطيها كل حاجه
كل حاجة كنت بعملها. آه. وزائد على ده كمان عندي جنينة طويلة عريضة نصها ورود. آه. نفضل نزرع في ورود. آه. جالا كان بيشتغل نص يوم، ما كانش بيشتغل اليوم كله. اليوم كله. فاليوم من النص يوم ده ليا انا لوحدي بقى لشغل البيت وكده، والنص التاني انا وجلال بقى ننزل في الجنينه، هو يقعد يزرع بقى الورد ومش عارف ايه، ويروح يشتري ورد كله حاجات تجنن. ونقعد بقى نزرع فيهم. تتفننوا في الزراعه. وبعد كده منطقه تانيه عملناها خضره. الله. ملوخية على كوسة على قوطة، كل الحاجات دي كانت بتطلع على فكرة مش عارفة. فكنا بنضيع وقتنا في الحاجات دي كلها الحقيقة. هو كان مبسوط بالحياة بعيد عن مصر ولا كان متضايق؟ جلال مأساته كانت انه بيحب بلده جدا وبيعشق عمله. عمله هو عمله اشتغل، بيعشق عمله. لا عمله ده ملوش علاقه بمصر، ده مصر هي دي حياته. وشغل الاذاعه ده والميكروفون دي حياته. هو ما كانش بيشتغل في الاذاعه؟ يعني كان بيذيع بس مش شغلته اللي هي المفروض يعني. عارفه. فدي عملت جواه شرخ كبير قوي. صحيح طبعا اكيد. يعني فتعبته يعني، يمكن الحاجات دي كلها جت ورا بعضها وهي السبب اللي خليته يعيا ويحصل له اللي حصل ده يعني حقيقي. هو في اخر ايامه تقريبا مرض، حصل له مرض ايه او اصيب بايه؟ طبعا هو الكبت اللي كان حاصل له، وباستمرار ما كانش يعني من جوه كويس عارفه، ولو ان كان بيحاول ان هو ما يبينش ده، انما طبعا انا حاسه بيه ما فيش كلام يعني. ف جاله المرض اللي اسمه زهايمر ده ولا ايه، مرض سخيف يعني. الذاكره، فقدان الذاكره. لا هو بيبتدي شويه بشويه يعني. عارفه شويه بشويه يعني. كانت حاجه مؤلمه حقيقي. وعصرتي ده بقى ورجعتي مصر دي ولا يعني هو؟ لا هو اللي طلب يرجع مصر يعني. ساب ليبيا طلب. يعني ابتدوا بقى عايزينه يعني كان في يعني اسباب عايزينه يبتدي يتكلم على مصر او في حاجات كده يعني. رفض. فرفض بين يوم وليله، قال لي على مصر على طول. وكتير حبوا يشغلوه في بلاد عربيه كتير الحقيقه، ما كانش عايز يسيب بلده. طب يعني انا اعرف انه يعني اسمح لي اتكلم بصراحه شويه مع حضرتك. انا يعني اعرف انه هو في فتره فقدان الذاكره دي كان لا يمكن ينسى الشخصيه الوحيده اللي لا يمكن تبعد عن ذاكرته وذهنه، هو ليلى فوزي. يعني حتى في الاخر كان هو الوحيده اللي دايما متذكرها ليلى فوزي وعارف عنها كل حاجه. لدرجه ان طب تفسير الدكاتره كان ايه؟ اشمعنى شخصيتك بالذات اللي فضلت باقيه حيه مظبوطه كل حاجه عارفها عنها؟ اللي انت بتقوليه ده مظبوط فعلا يعني. يعني فاكرني كويس يعني. مش يعني انا ما سالتش الدكاتره في حاجه زي دي يعني، ما خطرش على بالي يعني ان انا اسال. طب هل انت اخفيتي مرضه عن الاعلام طوال السبع سنين دول؟ يعني حضرتك كنت قاصده انك تقولي اخفيتيها. طبعا املا في العلاج مش كده، في انه هو يشفى. يعني انا شخصيا اول ما حصل له كنت فاكره يعني انه مرض عادي يعني، ما كنتش عارفه انه يعني بيتطور تطوراته بالشكل ده يعني.
يعني فين وفين لما عرفت، اما بديت اسال وبديت يعني عارفه. ما كنتش عارفي؟ ما كنتش عارفه وما كانوش بيقولوا لي يعني عارفه. وما سمعتش قبل كده حد جراله حاجه زي كده. فما فيش خلفيه خالص، ما خطرش على بالي خالص يعني. يعني كنت في الوقت ده بتعملي في، رجعتي تاني للسينما او او لعملك، ولا فضلتي مرافقه معاه طول الفتره؟ لا، هو بعد ما رجعنا من ليبيا اشتغلت كم حاجه كده، انما الفتره اللي عي فيها بقى والمرض زاد توقفت تماما يعني. وما كنتيش تبوحي لحد خالص الكلام ده خالص، ولا لاصدقائك المقربين؟ ولا حد، ما حدش كان يعرف فعلا. بقولوا حتى اصدقائه شخصيا كانوا هما كمان ما يعرفوش. ده صح، انت اخفيتي عنه. ده جانب يعني انا اقول ايه، جانب جميل في ليلى فوزي، اخفيتيه عننا كلنا جميعا. انما بحييكي وبقوله للجمهور وبحييكي من برنامج والله. لا بس كمان كنت عايزه اقول لك كمان جلال، يعني احنا اول ما اتجوزنا جلال من رجال الغيور بطريقه فظيعه جدا جدا حقيقي. يعني كنا مثلا ننزل راكبين عربيه انا وهو، حد بس يقول في العربيه ليلى فوزي، واو، خناقه تبقى كارثه وخناقه وزعل ونتخاصم ومش عارف ايه. طب يا ابن الحلال انا ذنبي ايه؟ واحد قال كده حتى ما برضاش ابص ناحيته عشان ما ضايقوش برضه. يحصل النقاشات، يحصل الحاجات دي كلها. ففعلا يعني كانت عمليه يعني مزعجه باستمرار فعلا. يعني هو الفتره دي انا كان ممكن احدد انا لازم اعمل ايه. يا اما كنت اسيبه، يا اما كنت احدد شغلي. هي زادت الحكايه دي في الفتره الاخيره؟ يعني ما بقاش متحملها يعني خالص. عارفه مطرح ما اروح كل الناس نظرهم عليا، كل الناس بيتكلموا فيا. ده طبيعي، فنانه معروفه ومشهوره ده برغم ان ايه يعني جلال مش انسان مقفول. ده جلال كان بيشتغل مع فنانين يعني. كان بيعمل اضواء مدينه، اضواء المدينه مع كل فنانين مصر، فمع كل فنانين مصر المغنيين والممثلين وكله يعني. مش راجل لا طبعا معروف الاستاذ جلال مثلا طبعاً. لا طبعا بالرغم من كده مش ما كانش قادر يتحمل مستحمل الحكايه دي حقيقي. يمكن ده بسبب المشاكل اللي طرقت على حياته، ده اللي خليته يبقى كده. لا هو من الاول كده يعني، هو من الاول كده وزادت. فانا يعني لقيت انه لازم احد من شغلي يعني، بحيث ان انا ايه خففت شغلي جدا، بحيث ان انا يعني ارتاح شويه عن من كتر المناقشات، ما بنتناقش باستمرار مع بعض وكده. ف حافظت على بيتي وحافظت على جوزي، واحنا خدنا بعض على حب. فقلت ايه، حياتي تستمر وفي الوقت نفسه اقلل شغلي، بحيث انه ايه ما يبقاش باستمرار متضايق وباستمرار معاك. عايزه اقول انه الفاكس ده من طرابلس، اكيد دي ليبيا، وانا الخط يعني الخط خفيف شويه بس انا هحاول اقراه، وله علاقه شويه باللي كنا بنتكلم بيه. فين سعاده اروع السماء؟ احنا هنسيب المقدمه، عفوا يعني هنسيب المقدمه الاولانيه. واقول اهلا بك واهلا بجميله الجميلات، وارجو ان تسمحي لي بأن أطرح عليها سؤالا، ما هو سر الخلاف بين رئيس الراحل السادات وبين جلال معوض، ولماذا لم يكن لجهان السادات أي دورا، حيث أنه كان بإمكانك أن تلجأي إليها، ولماذا اختلف مع الرئيس معمر القذافي بعد ذلك في ليبيا؟ نوارة تهامي طرابلس.
بتهيألي احنا غطينا جزئية من شرحنا الموضوع ده، انما هي الجزئية الوحيدة اللي هي حكاية انه جهاني سادات ليه حضرتك ما لجأتلهاش. عارفه ان في ناس كتير جدا يقول لك ما اقدرش اقعد لوحدي، اه يعني يبقوا منزعجين جدا ازاي قاعدين لوحدهم. ايه اكتر شيء لفت نظرك في الرحله اللي عرضناها على شاشتنا دي؟ ذكريات حلوه. هو ثلاث مرات عشان يلاقي ليلى فوزي ما لقاش ليلى فوزي، ففشلت الثلاث جوازات، يعمل ايه؟ اتمنى انك انت تلاقي الست اللي هي تحس انها فعلا مش عارفه اقول له شبه لو ست في سن معين تبتدي تقع في غرام راجل اصغر منها، واسمع رايها. شوفي بقى انا ايه هفكر في الحكايه. لا انتي مصره هفكر. نامت على كرسي في الطرقه في المستشفى حتى تجون الى جانبه في اللحظات الاخيره. اكثر مذيع قدم حدث هز مشاعر الناس كان الله يرحمه الاستاذ جلال معوض في وصفه لجنازه جمال عبد الناصر. قال لي انا ما عيطتش على ابويا زي ما انا عيطت على جمال عبد الناصر. فهم رئيس السادات انه في عطل حصل او خلل في الهندسه. هيفهمه امتى؟ ما هو بقى على الهوا خلاص. رد فعل رئيس السادات ايه؟ حاله على المعاش على طول. الفاكس ده من طرابلس، اكيد دي ليبيا، وانا الخط يعني الخط خفيف شويه بس انا هحاول اقراه، وله علاقه شويه باللي كنا بنتكلم بيه. سعاده اروع ابتسامة، احنا هنسيب المقدمه، عفوا يعني هنسيب المقدمه الاولانيه. واول اهلا بك واهلا بجميلتي الجميلات، وارجو ان تسمحي لي بأن أطرح عليها سؤالا، ما هو سر الخلاف بين رئيس الراحل السادات وبين جلال معوض، ولماذا لم يكن لجهان السادات أي دورا، حيث أنه كان بإمكانك أن تلجأي إليها، ولماذا اختلف مع الرئيس معمر القذافي بعد ذلك في ليبيا؟ نوارة تهامي طرابلس. بتهيألي احنا غطينا جزئية من شرحنا الموضوع ده، انما هي الجزئية الوحيدة اللي هي حكاية انه جهاني سادات ليه حضرتك ما لجأتلهاش عشان نحل. انا فكرت وحاولت وناس كتير قالوا لي لازم فعلا كده وبتاع، فكرت فهو عارف فقال لي اوعي تعملي حاجة زي كده. رفض رفضا تاما. قال لي انا مش غلطان فليه؟ صحيح. ربما كنت توضحي الامر حضرتك، يعني توضحي لنا الامر، ما كانتش تعرف يمكن. لا هو بقى يعني عنت في الحكايه دي، يقول لك انا مش غلطان وانا ما بعتذرش ولا بتكلم ولا بعمل. طب هو الاستاذ جلال معوض اصلا مواليد منطقه ايه في مصر يعني؟ هو صعيدي طبعا. المواصفات كده لازم يبقى يعمل كده اكيد، صعيدي. نشوف شاشتنا ونشوف مين معانا على الشاشه. انا بحيي سعد صفا، بحيي مدام صفاء والسعود والاستاذ عمر زهران، كل اسره الاعداد والاخراج. برنامج ممتع، جمهوره كتير بيحب يتفرج عليه. بحيي الحبوبة مدام ليلى فوزي أو لولا زي ما أنا بقول لها. يمكن لما طلبوني عشان أتكلم بالنسبة لمدام ليلى رجعت لي أحاسيس كتير قوي هي كانت يمكن متسببة فيها. يعني أنا ابتديت أول أعمالي كانت مسلسل اسمه النساء اعترفنا سرا،
كانت مدام ليلى فوزي هي البطلة. أنا كنت مرعوبة لما قالوا لي إن مدام ليلى فوزي، أستاذ جميل راتب، أستاذ يوسف شعبان، مجموعة نجوم كبيرة قوي أنا ما يعني ما تصورتهاش. فبعد ما قريت اتقابلنا أول مرة نتقابل، وأنا كنت حاسة إنه يعني حاجة جميلة جدا، إنه أولا أول عودة كانت لليلى فوزي للشاشة الصغيرة، كنت سعيدة بيها جدا، وهي بتقول لي أنا مش قادرة أتصور الكلام الحلو ده. يعني أنا كنت متصورة إن أنا هشوف قدامي كاتبة حاجة زي أمينة السعيد، زي لكن ما كنتش متصورة إنك لسه صغيرة كده، كنت لسه ببتدي في أول بداياتي، يعني يمكن كنت متخرجة لسه من الجامعة. كم التشجيع اللي اديتهولي ليلى فوزي، وكم الحب اللي انا حسيته ناحيتها، وخصوصا انه دايما انا كنت بتصور ان هي دي الام المثاليه اللي ممكن تديني المعاني بالظبط اللي انا كنت عايزاها في كل رواياتي. يمكن انا ليا لها عندي اسئله كتير قوي، لكن السؤال اللي بيلح عليا باستمرار انه هي في روايتين عملت شخصيتين انا كنت متاثره بيهم قوي. الشخصيه الاولانيه الام اللي هي عندها مجموعه بنات وبتتعذب في جوازها، وبعد ما بيموت الزوج بتبتدي تتعلق بشخصيه اخرى وتبتدي تفكر انها تتجوز. وايامها صار جدل كبير قوي في كل الجمهور اللي بيشوف انه يا ترى هي هتقبل الجواز ده ولا مش هتقبل. انا عايز اعرف بعد مرور السنين دي كلها وخبرتها الجميله في سواء في مجال الدراما او في الحياه، تقولي رايها ايه دلوقتي؟ هل الام لما يبقى عندها اولاد وتتعرض لحاله حب، والحب طبعا ملوش سن وهي احلى من يجسد مشاهد الحب، تقولي رايها ايه دلوقتي؟ المسلسل اللي هي بتتكلم عليه ده الناس بقت تناقشني وتضرب لي تليفونات ستات قولي ليه ما اتجوزتيش؟ يعني زعلانين جدا ان انا ليه ما اتجوزتش في المسلسل الراجل ده، لان بناتي وقفوا لي وازاي ان انا اتجوز وكده، وانا ضحيت فما اتجوزتش عشان خاطر البنات. هي بتقول عايز تاخد رايي في ان انا هل الست تتجوز في الحاله دي؟ انا بشوف ان الست من حقها انها تتجوز. صح، من حقها تتجوز. لان يعني بناتها مش المفروض ان يقفوا، يعني اما تبقى انسانه جوزت ولادها وخلاص وكبر وكل حاجه، طيب يعني ايه المانع انها تتجوز انسان يشاركها الحياه ويبقى في مشاعر حلوه بينهم وما تبقاش انسانه وحيده وكل واحد بيبقى مشغول في حياته. صحيح. وبناتها اتجوزوا مثلا، مشغوله بجوزها، البنت خلفت مشغوله بالاولاد فمش فاضيه لامها، والام تبقى وحيده وقاعده متعذبه. طب ليه؟ صحيح يعني ده من حقها فعلا يعني. اسمحي لي اخش منطقه يعني حرجه شويه، بس احنا اتعودنا. انت دخلتي مناطق كتير قوي. اتعودنا على الصراحه. انا لسه اقول لحاجه لسه يا كل ده ما قلتيش. شويه كده انا عايزه اسال سؤال يعني، وارجو انك تعفيني يعني او ما تضايقيش مني. انما قد كده انا حباكي وعايزه ابين لجمهورك حاجات كتيره وجوانب. هل يعني افتقاد ليلى فوزي للأمومة كان وراء الشجن الشديد اللي في شخصيتك ولمعة الحزن إلى حد ما اللي في عينك ولا لا؟ لا ملهاش علاقة خالص أبدا.
ملهاش علاقة. حكاية الأولاد دي ملهاش علاقة خالص. لأن أنا السبب فيها. مش فن الفن. عشان إيه؟ إزاي؟ احكي لنا. يعني أنا اللي يعني امتنعت إن أنا أخلف وقعدت سنين طويلة مش عايزة أخلف. هل تحسي إن الأولاد سجن أو قيد على الفنان؟ لا 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 مش من الناحية دي. يعني أنا يعني في أول جوازي ما كنتش عايزة أتجوز، لسه كنت صغيرة وبتاع يعني عارفة ما فيش إحساس بأن أنا عايزة أخلف وكده يعني لسه بدري يعني فكنت باستمرار بأجل المسألة دي. ف يعني من كتر ما تأجلت بقى فوقت ما خدك الوقت والشغل ساعة ما بقى قلنا طب نخلف بقى مش عارفة الواحد البنت أول ما تتجوز بتمتنع يعني كده فبيحصل لخبطة بس. وبعدين أنا من الناحية دي يعني ما عنديش أي نقص الحقيقة، يعني أنا عندي ولاد إخواتي كلهم كأنهم ولادي حقيقي. عندك كم أخت؟ بحبهم جدا. إحنا بنتين ولدين. بنتين ولدين. بس أنا الوحيدة اللي طلعت في الفن. هما بيعملوا في مجالات إيه؟ لا هو ما لهمش علاقة بالفن ولا حاجة خالص من دي. يعني لأن أنا يعني زي ما تقولي إيه نفدت بالعافية عارفة. يعني أنا أول ما اشتغلت في الفن كان أياميها الفن عيب طبعا. يعني مفيش بنت عيلة تخش تشتغل في الفن كده ببساطة شديدة أياميها حقيقي طبعا. ولذلك أنا هقول لك حاجة غريبة أوي. يعني أنا أول ما اشتغلت عملت الفيلم اللي عملته مع نيازي مصطفى ده طلعت فيه تلميذة صغيرة ده كان مدرسة وتلميذ وكده فطلعت الدور صغير تلميذة. أم بابا غير اسمي عشان العيلة ما تعرفش ان انا بمثل خلاني ليلى رضا وانا طلع لي فيلمين فعلا باسم ليلى رضا صوري والله. والله. طب فيلم ايه وفيلم ايه عشان اشوف في قناة الافلام؟ هو فيلم اسمه محطة الانس ايوه وفيلم تاني كمان بس انا مش فاكر اسمه بقى اشرح لي. هو كان مش مقتنع ولا هو عشان يحميكي من ان انت عملتي حاجة غلط؟ يعني مش عايز العيلة تعرف يعني عارفة ولا يعني مثلا يعني فضيحة بقى بنت بتشتغل في الفن وبتاع يعني ودي قصة تانية يعني كانت خدت دور كبير قوي قبل ما اقنعوه رضي وبتاع وحاجات زي كده وكان فاكر هي مجرد مصنع الزوجات وانتهينا هي دي وخلاص. فهو جه كريم هو بقى اللي بوظ الدنيا محمد كريم مخرج اللي كان بيعمل افلام عبد الوهاب طبعا. بس هو كان بيعمل بتجاره فجاء كريم هو اللي صمم ليه ليلى رضا ليه مخلينا ليلى رضا ما دام هي اسمها ليلى محمد فوزي طيب احنا نشيل محمد ونخليها ليلى فوزي اسم احلى واصر على انه يحط اسم ليلى فوزي ليلى فوزي الوالد كان وقتها بيشتغل في تجارة؟ باساسا هو كان بيشتغل في التجارة وكان عنده محلات في الشام وفي تركيا وفي مصر. وكان له صديق في الموسكي جنبه برضه بيتاجر في الأقمشة ابو مخرج كان بيشتغل زمان اسمه جمال مطكور استاذ جمال مطكور ده معروف طبعا. ف من هنا بقى اتعرف على ماما في اسطنبول واتجوز تركيا بس على فكره انت قلتوا حاجه على بابا مش مظبوطه قلتوا انه ارناوتي حاجه كده فاتتني دي في الاول خالص أيوة. بابا مصري مش ارناوتي معرفش جابوها منين دي ولا حضرتك مصري بابا مصري وماما تركية ماما تركية يعني الملامح دي من بابا ولا من ماما من ماما من ماما
طب هل هو في مصر لما جه مصر اتعرض لإفلاس شديد جدا لما جه مصر؟ في الحرب العالمية حصل له بقى خسائر، ضاعت عليه فلوس وزيح. او حاجة زي كده. ايه اللي حصل طيب؟ كان في الحرب الحرب العالمية حصل الحكاية دي، يعني مش عارف، مش فاكر التفاصيل يعني. كانوا بيقولوا ان بعت حد يشتري له اجهزة او معدات لمصنع او حاجة زي كده، حاجة كده، وحصلت الحرب فنصبوا عليه افتكروا يعني. يعني حاجة كده من النوع ده. يعني ضاعت عليه مبالغ فظيعة جدا. طيب دخولك السينما بقى كان بعد المرحلة دي ولا كانت قبل كده؟ مرحلة الحرب العالمية دي ولا كانت انت؟ يعني كانت قبلها بشوية يعني، عارفة؟ قبلها يعني بحاجة بسيطة. واستمريتي بعد كده في الشغل حضرتك؟ استمريت خلاص بقى، ما انا ما رحت ما توقفتيش خالص. رحت مع محمد كريم في مكتب عبد الوهاب، خدوني عملوا لي عقد 3 افلام مره واحده. 3 افلام. طب خلاص بقى اتشعلقت انا بقى اتشعلقت في الحكايه. كان كم اجرك بقى مدام ليلى في الفيلم ده؟ لا كلام فارغ طبعا. كان كم مثلا؟ يعني كان 100 جنيه تقريبا كده. طب ده يعتبر كويس. كويس. قبل كده ملاليم يعني. لا انا عارفه، انا عايزه اقول انه 100 جنيه زمان كان لها قيمه كبيره طبعا. جدا. انما قبل ما هو كده كان اغراء ليا بقى. اغراء يعني طبعا، مش لاي حد. اكيد طبعا. طب وقبلها بقى كان اجر حضرتك كام في اول فيلم؟ قبلها كان مصنع الزوجات مش عارف 30 جنيه. شوفوا الارشيف بقى بتاع حضرتك عشان بقالنا كتير. ارشيف ناري، علاقة حب بين فريد الاطرش وليلى فوزي. ايه رأي حضرتك في الحكاية دي؟ انتوا بتنكشوا في حاجات. على فكرة ده من احنا جايبين الارشيف من الجرائد يعني. ايه الحكايه؟ لا انا مش بقول انتوا بتالفوا، لا يعني بتنكشوا في حاجات مش المفروض. بننكش. ايه موضوع قصه الحب دي، وخاصه ان احنا عرفنا ان هو اتقدم بالفعل لخطوبه ليلى فوزي؟ احنا عايزين نسمع الحكايه منك، احنا عارفينها بس. هو كنت انا عملت فيلم مع فريد اسمه جمال ودلال، ده قديم قوي. يعني في المرحلة الأولانية كده، فهو شافني وكده وحبني وراح لبابا وطلبني وبابا رفضه. ليه رفضه بقى؟ بابا يعني زي ما تقولي ايه، كان عنده فكرة عن الرجالة بيشتغلوا في الفن انهم لاعبين وبتوع ستات ومش عارف ايه، ويشوف دي ويسيب دي ويمسك دي وحاجات كده. فده السبب يعني. بحجه ان هو يقول بقى ان انا لسه صغننه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده. وانا يعني عارفه يعني الفتره دي انا ما كانش على بالي يعني خالص. يعني انا بالنسبه لي هو حبني، انما انا ما يعني ما حبيتوش. مش ما حبيتوش يعني، مش في دماغي، عارفه؟ انا دماغي بقت ايه في الفن. يعني مش هل صحيح فريد الاطرش غنى لحضرتك اغاني خاصه؟ اغاني خاصه؟ في اغنيه بيقولوا مخصوص فريد الاطرش غناها ليلى فوزي، ايه الاغنيه دي؟ لا انا ما اعرفش. يا مدام ليلى احنا نعرف، احنا هندعبس ونطلع الاغنيه. ما تقولي بدل ما نقول احنا. لا. طب ايه احلى اغنيه بتحبيها لفريد الاطرش؟ انا بحب كل اغانيه، انا كنت بحب فريد جدا. اولا وهو كان صديق فعلا. يعني انا ما جيت اجوز انور وجدي، مسكه كده قال له شوف انا دي كنت هتجوزها، ليلى دي كنت هتجوزها.
فإياك أسمعك تكون زعلتها ولا عملت فيها حاجة. الله عليك. أه والله عليك. يعني حقيقي. وبعد كده لما جوزت جلال، جلال كان صاحب فريد من قبلية، وأنا كنت شغالة معاه قبل كده. فبقينا أصدقاء جدا. يعني كنا يمكن يوميا مع بعض، فعلا. طب ما انتيش فاكرة ايه الأغنية اللي دايما يدندن بيها في وجودكوا في سهرة من السهرات في أي مكان كده؟ تفتكريش؟ يعني مش فاكرة حاجة بالظبط دلوقتي. في أغنية غناها لك في فيلم من أفلامه. انتي وفاتن حمامة فاكراها؟ أنا وفاتن؟ كانت إيه؟ إيه الأغنية اللي غناها لك كان في فاتن حمامة في الفيلم؟ مش فاكرة. فكري. مش فاكرة؟ لا. معقولة؟ أهو. لا انت صعبه مدام ليلى، وانت صعبه. ولا صعب ولا كل اللي انا قلته ده صعب. نقدر نقول ان قصه الحب بين ليلى فوزي وفريد الاطرش قصه لم تكتمل بالزواج. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني قصه انتهت كده بدون زواج. قصه حب وانتهت بدون زواج، ما اثرش فيكي او مثلا ما اعجبتيش بيه انه نجم كبير مشهور؟ برضو بيلفت نظر اي واحدة اما يكون نجم مشهور ومحبوب من ناس كتير ويسيب الدنيا دي كلها ويجي يتقدم لها. يعني ما اثرتش فيكي القصة دي؟ لا، هي ساعتها ما اثرتش فيها. اصل فريد الاطرش يعني هي بعد. بعدين انا فكرت فيها. يعني لقيت فريد ده كان رافض يتجوز اي حد. ما ده اللي انا عايزين نقوله. فانا الوحيدة اللي طلبني ساعتها. يعني ايه؟ يعني عجبتني الحكاية وانبسطت منها. بس كانت فاتت. كانت راحت يعني. طب ايش معنى ليلى فوزي اللي تقدم لخطوبتها؟ ايه اللي غير كل اللي حواليه؟ لان كتير حواليه حبوه بس هو ما حبش يتجوزه، ودي يعني قصص معروفة في الوسط الفني. يعني دي حاجة بقى بتاعت ربنا بقى. صحيح. صحيح. اكيد طبعا حاجة بتاعت ربنا فعلا. طيب ايه رايك بقى، هل نكمل في الارشيف ولا نعود لشاشتنا؟ نشوف شاشتنا. نشوف شاشتنا. يلا نشوف صديقنا وجد الحكيم هيقول ايه. الفنانه ليلى فوزي من الفنانات اللي استمتعنا بيها في فيلم مع علي الكسار، وانا من المعجبين بعلي الكسار، واتمنى ان فنانتنا الجميله ليلى فوزي تحكي لي بعض ذكرياتها الخاصة في العمل مع هذا الفنان اللي لازلنا لحد النهاردة بنشوف أعماله ونشاهدها ونتابعها ويضحكنا ويمتعنا. وأكل على مين؟ ما خدش بالي. على أستاذ علي الكسار. شغل حضرتك معايا، كنت عملت معاه فيلم أعتقد. لا، عملت معاه ثلاث أفلام. عملت فيلم إيه اسمه نور الدين والبحارة ثلاثة. أيوة. وعلي بابا والأربعين حرامي. أيوة عندنا بعد. وحاجة تانية كمان، هما ثلاثة. بشكل عام إيه ذكرى حضرتك مع علي كسار، خاصة وإنه محطوط مثلا من ضمن الممثلين العالميين في الكوميديا؟ يعني محطوط اسم علي كسار وفي فرنسا بيحتفلوا بيه، واحنا بنغطي كتير ساعات مهرجانات بيذكروا فيها اسم علي كسار. هل تفتكر ايه عنه وايه يميزه؟ يعني كان انسان دمه خفيف جدا ويضحكك من غير هو ما يكون، يعني ملامح وشه ما تقولش حاجه خالص. خالص يعني. تضحكي انت انما هو ملامحه ما تقولش حاجه خالص. وكان انسان تلقائي وبسيط جدا. وكانوا يحفظوه الحوار لانه هو ما كانش بيعرف يقرا. طب ورا الكاميرا كان ايه اهم ما يميزه؟ يعني كان ذكي جدا.
ومتابع كل حركة وكل لمسة وكل شيء بيحصل حواليه. وكان راجل كبير انا فكرة، يعني انا لسه كنت صغننة يعني في الاوائل، يعني الافلام اللي عملتها مع علي الكسار دي بعد افلام عبد الوهاب على طول، لان انا خلصت الاحتكار بتاع عبد الوهاب 3 افلام لاني ما اشتغلش خالص برا. وتوجو مزرحي خدني وعمل لي احتكار لاربع افلام تاني. فكنت في نفس السن يعني. فكان هو راجل كبير وكان يتحمل الشغل، يعني ما يبقاش متضايق انه هو يعني تعب او بتاع وكده. وكان حبوب ولطيف، وكان يقعد يتكلم معايا كده، ويعني عايز يعرف انا ايه وكده، يعني ما عنديش فكره انا يعني شايفني صغننه وبتاع. فكان حنون كده ولذيذ حقيقي. فيرجينيا جميلة الجميلات، الفنانة العظيمة ليلى فوزي، أنا بحبك قوي وميرسي ليكي جدا للمرة التانية. أنا قلتها لحضرتك قبل كده في بيتك، وبقولها لحضرتك من خلال ساعة صفا معانا الفنانة العظيمة صفاء أبو السعود. الصفا كله. فبقول لحضرتك ميرسي جدا على اختيارك ليا في مجلة أخبار النجوم إني أعمل حوار مع حضرتك، وتاني لقاء بينا النهاردة سمح لي بيه الفنان الجميل عمر زهران علشان أسألك هما سؤالين بس. أول سؤال، اسمحي لي، أنا متعشمة فيكي، يعني أني أقدر أتداخل شوية في حياتك، مع أني عارفة كويس قوي أن حضرتك من الفنانات العظام اللي لحد الآن حياتها الخاصة كانت أسطورة جميلة جدا جدا جدا، ولكن لا يعلم أحد عنها أي حاجة. اسمحي لي أني شوية دعبست شوية سألت وقدرت أعرف حاجتين وعايزة أسأل حضرتك فيهم، لأني في حاجة أنا مستغربة لها قوي، وفي حاجة تانية شبيهة لموقف عندي هبقى أقول لحضرتك عليه. أولا، أنا عرفت أن والد حضرتك كان عارض عليكي صديقه كعريس، وحضرتك كنتي في سن صغير جدا، وطبعا لما فيرجينيا جميلة الجميلات في هذا السن كانت يعني مش كانت، ده انا عايزة اقول ان حضرتك لحد دلوقتي زي القمر، فما بالك بقى في السن الصغير ده حضرتك كنتي ازاي. بزواجك من الفنان الجميل المبدع عزيز عثمان، انا بحبه قوي، بس اعتقد انه في السن ده كان كبير قوي عليكي، فهل كان مقتنع فعلا منك انك تتجوزيه، ولا عشان بابا قال كده، ولا مش عارفه؟ يعني انا هسيب حضرتك تردي على السؤال باللي حضرتك عشتيه، يعني انا مش عايزه سؤالي يترد عليه لا كنت كذا، لا انا عايزه شويه نتكلم يعني. لذيذة حنان قوي، انا بحبها جدا الحقيقة. طبعا، وهي بنت مجتهدة بجد، يعني واخدة شغلها جد جد، وهتوصل لمكانة كويسة ان شاء الله حقيقي. ان شاء الله. اما ارد عليها بقى في حكاية عزيز عثمان. احنا كان هو صديق بابا في البيت، ودايما كان بيجي عندنا وبيقعد معانا ويقعد يحكي لنا حواديث ويضحكنا ونبقى قاعدين مبسوطين معاه قوي، وهو كان دمه خفيف وباستمرار كان معانا في البيت، يعني كده يعني كان زي واحد مننا في البيت مننا يعني. مش غريب. فاما جت حكايه الجواز دي، يعني انا زي ما تقولي ايه، طب ليه لا، يعني مش فارقه معاك، يعني مش فارقه معايا، يعني فاكره مثلا الفيلم
اللي عملته مجد تقول لك عمه عزيز وعمه عزيز، وفي الاخر عمه عزيز ده بقى جوزها، فاهماني؟ يعني شغل عيال كده. فقلت له ليه لا اتجوزه. يعني انت كنت موافقه على الجواز؟ ما قلتش لا. ما كانش عندك فارس احلام كده وقتها في مخيلتك مثلا؟ لا لا، يعني كنا في المدرسه مثلا واحنا راجعين البيت الولد يعكسونا في السكه ومش عارف ايه بتاع حاجات كده، انما احنا ما فيش تبادل يعني، عارفه؟ يعني كنت ساعتها ابتديت تمثلي ولا لا؟ لا كان لسه. يعني دخلتي الوسط الفني وانت مرات عزيز عثمان ولا بعد؟ لا كنت عملت ممنوع الحب. وانت متجوزه عزيز عثمان؟ لا قبل. قبله. كنت عملت ممنوع الحب. ايوه بس مدام ليلى حضرتك كنت اوريدي مثلتي قدام محمد عبد الوهاب اللي كان فارس احلام كل الفنانات والبنات ودنيا، وهو حبك بالفعل او اعجب بيكي وكنتي بقيتي نجمه، ازاي يعني في الوقت ده ما فكرتيش ان ده يكون حلم من احلامك محمد عبد الوهاب وقبلتي تتجوزي ساعتها عزيز عثمان؟ ازاي؟ لا يعني مش ممكن افكر في عبد الوهاب، راجل متجوز وعنده اولاد وبتاع، يعني مش هفكر فيه. لا هي جت من اني شفتي، يعني عايزه اقول خدتي فكره عن الدنيا ونضجتي وبقيتي نجمه سينمائيه ومثلتي افلامه محمد عبد الوهاب الراجل المشهور، وانت كمان اشتغلتي فيلم من افلامه المهمه او ما اعرفش الثلاث افلام ولا لا، كنت خلصتيهم ولا لا، ومع ذلك عزيز عثمان اتجوزتيه وهو يكبرك ب 30 سنه وكنت شفتي الدنيا، ليه وافقتي؟ طب ليه وافقتي على وافقت نتيجه ان واخده عليه وحباه، فهماني؟ فاهمه ان الجواز بقى شغل عيال زي ما بيقعد يحكي لنا نكت وحاجات زي كده يعني. وبعدين في الوقت نفسه بقى كان في برضه حته ان كل ما حد عايز يتجوزني بابا يقول لا، بابا يقول لا، بابا يقول لا، يعني عارفه. وده الوحيد اللي وافق عليه، فقلتي الحق الفرصه دي بقى ان هو اخرج من البيت. لا هو ما وافقش يعني. هو في الاول ما وافقش. ما وافقش كمان. ما وافقش يعني، وبعدين حب ياخد رايي. فما تفهميش يعني هي كانت عندي كانت ايه يعني، تعرفيش. طب يعني ماما كان شعورها ايه؟ ماما برضو ما كانش عاجبها الحكايه. واضح انه شخصيه بابا مؤثره قوي في حياتك اكتر من ماما، ده صحيح؟ لا إيه نفس الحكايه، بس بابا يمكن عشان كان في الشغل معايا عشان خايف عليا بقى لوحدي وكده، ف يمكن ده. طب قعدتي كام سنه مع عزيز عثمان؟ قعدت 5 سنين. وكيف تم الطلاق؟ كده انا فجاه بقى حسيت بقى ان استحاله، وقلت له يعني ببساطه ان انا، لان هو كمان كان عمل ايه بقى؟ حل محل بابايا في كل تصرفاته. خد بالك؟ يعني زي ما بابا كان بيخرج معايا، زي ما العربيه، زي ما السواق يوديني ويجيبني وبتاع، وعارف خطواتي وحاجات زي كده وبتاع. مشي على نفس الحكايه يعني، حسيت ان بابا موجود متغيرش. بس اسمه بقى عزيز عثمان. بس ف مرة كده قلت له خلاص انا مش قادره اعيش. بس اكتشفتي ده بعد 5 سنين مش كتير من الملايين؟ لا مش اكتشفت بعد 5 سنين. يعني زي ما تقولي ايه، ان انا احساسي ان انا اللي قلت ويعني حسيت ان انا يعني لازم اتحمل. وبعدين ما قدرتش اتحمل طبعا، يعني صعب. طب بعد كام سنه فقدتي السعاده دي مع عزيز عثمان؟ السنة الأولى ولا من أول شهر ولا إيه؟ لا طبعا يعني من أول ما اتجوزنا على طول حسيت إن إيه الهبل اللي أنا عملته ده يعني. حسيت على طول طبعا. طب بعدها بقد إيه يعني؟ لا على طول، يمكن تاني يوم ولا يوميها يعني، عارفة؟ يعني طب واستمرتي الخمس سنين ليه؟ عشان احساسي ان انا اللي قلت ومش لازم اطلع عيله بقى. ده انت مضحيه جدا يعني.
يعني بس فهي جت ما رضيش يطلقني فرحت خارجة. ليه هل حقيقي طلب 3000 جنيه هون عشان يطلقك ساعتها؟ لا لا مفيش حاجة من دي، هما بيقولوا كده. لا سمعنا دي ومكتوب انه طلب 3000 جنيه فعلا. انا ما اعرفهاش. انت لذيذة يا مرتب ليلى والله. السؤال الثاني عن الفنان الجميل انور وجدي وعن قصة الحب الجميلة جدا اللي استمرت 8 شهور وكان الوالد معترض عليها. وعايزه افكرك يعني حاجه صغيره يمكن تؤلمك، ولكن لان كان ليا نفس الالم في اجمل ايام حياتي وهو يوم جوازي، ان والدي توفى تاني يوم ودقت ده. فعشان كده انا عايزه اعرف احساسك انت بيه كان ايه، انك وانت راجعه من شهر العسل في الطياره نعش الفنان العظيم انور وجدي. لا يمكن هي عندها معلومه غلط، تقول لي ما كنت في شهر العسل وانت راجع بعد ما مات. لا هو ما ماتش في شهر العسل ده، احنا سافرنا قعدنا 4 أشهر شهر عسل. 4 أشهر بين باريس ولندن وايطاليا يعني لفينا العالم كله. 4 أشهر ورجعنا. ده يعني انا عشت مع انور 9 أشهر. في الاواخر بقى ابتدى يتعب، يعني هو كان تعبان بالكلى بقاله فتره طويله. بس ايه، هو مرض معروف يعني له اسم، والمرض ده ابوه مات بيه وكل اخواته البنات ماتوا بيه نفس المرض. هو عباره عن حاجه بتيجي في الكلى، بتخلق يعني في الكلى، وما بتبانش على الشخص الا بعد ما بيكبر، يعني يبقى عنده 30 او 35 سنه حاجه كده. يبتدي يتعب بالكلى ويعالج فيها وبتاع عادي يعني. ما فالمرض ده بيبقى له يعني النتيجه انه خلاص الكلوتين يبوظوا والشخص ما يقدرش يعيش. وحتى اياميها في مصر ما كانش لسه في غسيل الكلى ده. فسافرنا السويد، في واحد دكتور هناك هو اللي اخترع غسيل الكلى ده اللي هو اخترعه يعني. فسافرنا ورحنا هناك وابتدى يعمل غسيل الكلى ده وكده ورجعنا. ورجعنا ايه؟ استمرتوا في انا اسفه طبعا بنذكرك باللحظات المؤلمه دي يعني. توفى هناك وطبعا انا بطولي هناك. ف جيت في الطياره انا فوق وهو تحت. يعني انا طبعا اسفه جدا ان انا فتحت موضوع يعني، واسفه للدموع اللي في عينيكي، ولكن حنان ترك السبب. لا انا بس بصحح لحنان ان ما ماتش في شهر العسل زي ما بتقول يعني. لحظات مؤلمه جدا طبعا. اكيد طبعا. كنت لوحدك هناك ساعتها؟ سؤال، اللحظات الأخيرة في حياة أنور والدي، هذا العبقري الكبير اللي نقول عليه منتج سينمائي وكاتب سيناريو ومخرج وممثل، يعني هذا العبقري ده لما مسكين طبعا ربنا شاء إنه يمرض، في اللحظات الأخيرة دي اللي كنت بتحاولي إنك تساعديه فيها، كان
كان ازاي؟ بيفكر في ايه؟ بيتكلم عن فنه؟ بيتكلم عن ايه؟ يعني كان ازاي هو شخصيته؟ يعني مش يعني هو ما كانش في الاول ما كانش حاسس ان العمليه جديه قوي كده يعني يعني كان بيحاول يعني ان هو يخفف ويتكلم ويضحك ويهزر معايا ومش عارف ايه وكده ويهزر على طول لاخر لحظه امتى يعني قعد فتره في المستشفى في مصر قبل ما اسافر امتى عارف طبيعه مرضه امتى عارف هو كان عارف من قبل ما يتجوزني انه عيان بس ما اعرفش كان عارف يعني خطورته ايه او ايه هو ده ما قاليش ما اعرفش يعني يعني انا فوجئت انه عيان يعني بعد ما اتجوزنا ما كنتش عارف انه عيان انتوا كنتوا في الوقت ده يعني بتجهزوا شقه الزوجيه في مصر مثلا في القاهره وانتوا كنتوا ساعتها بره وحصلت الوفاه مثلا لا هو لما اتجوزنا هو اصل كان لازم يسافر عشان يشوف الدكتور في باريس ف انا سافرت له لان ما كنتش ممكن اقدر اسافر سافرت له بعد ما سافر واتجوزنا في باريس فعلا اتجوزناش في مصر باريس نتكلم على شقه الزوجيه قلنا كنت بتحضروا اما اتجوزنا هو كان عايش في الايموبيليا كان فما قال لي انا مش عايزك تعيشي في الشقه اي حد عاش فيها قبل كده واشترى لي فيلا في الزمالك وجاب ديكوريست عشان يعمل ديكورات والحاجات دي كلها ف وباع شقه الايموبيليا لانري بركات لانه كان متجوز جديد وكان عايز شقه جديده بعد الحكايات دي كلها كان جات له كريزه ودخل المستشفى فجاء هاري بركات عايز قال له مراتي هتولد هتاخده من المستشفى عايزه تروح الشقه فاحنا في المستشفى خلينا الشغاله تسلمه من الشقه فاما جينا سافرنا الشقه كانت راحت والفيلا ما كانتش خلصت فسافرنا السويد ورجعت وفى هو فانا رجعت ما فيش شقه فرجعت على بيت بابا وماما بيت بس كده يعني اخواته كمان ووالدته كانوا وحشين قوي معايا كمان يعني كان في معايا ولا معاكي معايا معاكي انما انا اعرف انه على الرغم من قويل كتيرة بتتقال بس نعرف انه حرموكي من الميراث هم كانوا وحشين جدا مع بعض يعني عارفة وانا كنت بعيد كنت بتفرج عليهم يعني ما كانش في خلافات معايا بالك انما نتيجة اللي هم كانوا بيعملوه خلوني ست عارفة ست كل حاجة يعني كده يعني قلت مش عاوزة حاجة مش عايزه يعني انت اللي سبتي حقك بس برضه هما كانوا متابعين معاكي ما بقولك نتيجه تصرفاتهم هما يعني كان عندي في كنا واخدين شقه في اسكندريه كان باسمه هو ف راحوا طوعوا فيها وياخدوها بتاعتي قلت له ياخدوها انا هاخد اروح اقعد فيها دي دلوقتي مش ممكن يعني. طبعا يعني حاجات كفايه بقى عليا اللي عملتيه فيا ده بقى
بعد كل هذه السنوات تقولي ايه لأنور وجدي من خلال الشاشة؟ شوفي، أنور وجدي كان فنان عظيم مفيش شك، وولد عبقري في زمنه، انه من ولا حاجة يبقى مخرج ويبقى صاحب شركة وينتج كل الأفلام دي ويبقى فاهم العملية، مش مجرد بينتج أي كلام، مش أي وعمل منتج. أعظم أفلام اتعملت فعلا السينما المصرية مفيش كلام حقيقي، يعني مفيش كلام. ده كفاية عنبر وغزل البنات هو بيطلق عليه شارلي شابلن السينما المصرية. بقى مجموعة الناس الممثلين اللي كانوا بيجيبهم في الفيلم، يعني شوفي كام بطل، مش عبقري مش يعني ما كانش سهل أنور، يعني له بصمة في السينما طبعا مفيش كلام، طبعا بصمة كممثل وبصمة كمنتج وكمخرج حقيقي. هل ده جزء من إعجابك بيه، نجاحه؟ يعني هي عوامل كتير مجتمعة، يعني عارفة من نجاحه طبعا وإصراره على النجاح، يعني كان إصرار، يعني طبعا. مش مجرد حاجات بالصدفة جات له، لا طبعا. وكان حابب شغله وإحساسه بيا وحبه ليا طبعا ملوش، يعني واحد جاي يخطبني وقعد يجي مش عارف 100 سنة وبعدين بعديها برضو في كل المدة دي كان شايل لي حتة حلوة جواه وكان طول الوقت بيحبني فعلا يعني. واضح عندما تتحدثي عن أنور وجدي بالذات، يعني كفنان وكإنسان بعيون كده مليانة دموع وصوت مخنوق من الحزن رغم كل هذه السنوات، ده هيدفعني إني أقول إنه أنور وجدي هو أكبر حب في حياة ليلى فوزي، هل هذه حقيقة؟ لا ما منكرش إن أنا خدت جلالة عن حب كمان، بس العلامة يعني اللي علم في حياة ليلى فوزي أكتر يمكن هو أنور وجدي. الاثنين حقيقة، الاثنين يعني ما نقدرش نقول إن أنور وجدي زيادة شوية، لا يمكن. سؤال أخير وقد كده عن الفنان الجميل أبويا يوسف شاهين، حضرتك اتعاملتي معاه ولقبتي بلقب فيرجينيا جميلة الجميلات، سؤالي هو هل جو كان بيوجهك او كان بيقولك بالتحديد بصي في عينيا؟ ولما كان بيقولك بصي في عينيا كان بيقولك اقري اللي في عينيا وكنتي بتقري اللي في عينيه وكنتي بتقوليه، ولا جو ايام ناصر صلاح الدين ما كانش لسه بيقول بصي في عينيا؟ دمها خفيف. لا ايام فيرجينيا ما كانش بيقول لي بصي في عينيا. يعني كنا بنفهم بعض سريعا، يعني من غير العينين ولا بص في العينين صحيح، يعني بيشرح مشهد ببساطة شديدة جدا، بيحس ان انا يعني فاهماه على طول، فمش محتاج لأي شرح تاني. مكتوب لي لؤلؤة الاي ار دي، شكرا يعني. وفيرجينيا بلا شك ستكون حلقة رائعة، طال انتظارنا لها كثيرا، لكنني في الحقيقة لدي سؤال للجميلة ليلى فوزي. لقد توقفت عن العمل في السينما بسبب
موقف حدث لك مع أحد المنتجين السينمائيين عندما استدعاك بالإسكندرية، لكنه حدث منه موقفا أثار غضبك كثيرا، فماذا حدث يا سيدتي؟ ومن هو هذا المنتج؟ رابح علي يا غفار يا أنا مش عارفة أقراها، يا غفار يا صفار أنا مش عارفة أقراها. لوس أنجلوس أمريكا. معرفش هو بيسأل عن حاجة أنا مش عنديش فكرة عنها. بيقول حضرتك مرة استدعاكي منتج سينمائي في اسكندرية فترة مش بعيدة للسينما، من الأسباب اللي خليتك تمتني عن السينما، لما جيتي له من اسكندرية مخصوص حصل منكم موقف أو مشادة أو حاجة، وبعدين قررتي بعد كده انك ما تشتغليش سينما. مفيش حاجة زي دي حصلت، يعني يمكن هو المعلومة دي جات له غلط، يعني مش عارفة. يعني أنا بطلت سينما بقرار مني أنا. ما حدش يعني أجبرني أو عمل لي حاجة عشان أمتنع عن السينما. أنا امتنعت بقرار مني أنا نتيجة إن كان ابتدوا يعملوا أفلام مقاولات. وافلام سكس والهيروين والمش عارف ايه والحاجات دي والضرب والخبط وبتاع، فانا ماليش نفسي فيها. صح. وبعدين كل الادوار اللي كانت بتتعرض عليا كانت صحبك. ادوار عادية هامشيه ما هيش في سياق الموضوع. فطب ليه اطلع اعمل اهبل اي كلام اعمله يعني واضيع ماضيه اللي انا الاشياء اللي عملتها الحلوه يعني. ففضلت ان انا ابعد بحيث ان انا يوم ما الاقي الدور الحلو الموضوع الكويس اللي بيقول شيء هرجع طبعا، لان السينما دي يعني ما فيش شك انها حبي الاول. مدام ليلى نعود لشاشتنا نشوف نجمه جميله من زمن الفن الجميل وهنشوف هتقول ايه. الله يا فوزي. مساء الخير يا مدام ليلى. مساء الخير يا مدام صفاء. مدام ليلى، انا اعرف كويس قوي انك صديقة حميمة جدا لاستاذنا الكبير استاذ محمد عبد الوهاب، وايضا صديقة حميمة جدا لاستاذنا الكبير استاذ فريد القطرش. اشتغلتي معاهم وكانوا اصحابك انت والمرحوم استاذ جلال معوض، فكنت عايزة اسألك اقولك ايه اللي بيميز الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ فريد فنيا وانسانيا؟ والله بتفكرني بالايام الحلوه حقيقي، بالناس الحلوين فعلا اللي راحوا. عبد الوهاب كنا فعلا اصدقاء وصداقة عائلية الحقيقة، وعبد الوهاب طبعا معروف عنه انه هو يعني كان يخاف جدا، خواف ويخاف من الامراض. يعني مثلا لو فكر ان ممكن يجيله زكام ممكن يعيا بالزكام، مجرد يعني مجرد التفكير يعني مجرد التفكير. وكان مريض بالوهم بفظاعة يعني. كان متعب فعلا يعني، ومش عارف الاكل لازم يتغسل وبالصابونة وبالليفة ومش عارف حاجات بقولك رهيبة. كنت تشعر كان عنده قدرة غريبة جدا على الاكل اللي بياكله. مش بياكل اكل اولا مسلوق 100%، وبعدين ايه يحلله مثلا قاعده معاه كده يقول لي بصي بصي خدي دوقي، هو بيقنع نفسه ان دي حاجه لذيذه. ببالك خدي خدي شوفي دوقي حلوه قد ايه وهي مسلوقه. فطبعا انا اخدها وادوقها ولا حلوه ولا حاجه. فهو بيقنع نفسه ان هي لذيذه وحلوه وان الاكل ده كويس قوي وكل حاجه. وكان طبعا حريص جدا.
في مواعيده، لازم ياكل في ميعاد معين، الظهر لازم ياكل الساعه 2 بالظبط، بالليل يتعشى الساعه 9 بالظبط، والظهر قبل ما يتغدى لازم يمشي في البيت لان هو كان جاله فتره كان ركبته بتوجعه وما يقدرش يمشي عليها، فالدكتور قال له امشي. فقال همشي فين في الشارع ازاي؟ هيقع ويتكسر مش ممكن. لا وبعدين هيبقى زحمه عليه بقى مش عارف يمشي. فبقى ايه؟ قال له طب امشي في البيت، يمشي في البيت كل يوم ربع ساعه كده او نص ساعه. قبل الاكل. قبل الاكل الظهر وقبل الاكل بالليل برضه نفس الحكايه يومين، يعني كانه عليه واجب يعني لازم يعمله. كان دقيق جدا في حياته. وبعدين هو بقى ايه يعني كان له شخصيتين. له شخصيه لما بيقابل ناس غرب عنه تلاقيه شخص تاني خالص. يعني تلاقيه سناب كده يعني متحفظ، يبقى متحفظ كده ما يبقاش على طبيعته، عارفه يبقى متنشي. يبقى متنشي. لقيت الجمله. انما اما يقعد مع اصحابه بقى الانتيم اللي هو بيقعد معانا كل يوم وكده مع بعض كده، تلاقيه حاجه تانية خالص. اولا تلاقيه دمه خفيف جدا. ويقعد يحكي لنا حواديت، وساعات يحكي لنا نكت ويدخل حاجات عن نكتة، يعمل لها تحابيش بحيث انها تبقى احلى واحلى. الله. والله يعني قعدته كده انتيم مع اصحابه كده بيبقى لذيذ قوي حقيقي. ويقعد يحكي لنا ازاي زمان كان بيروح يعمل حفلات بيغني في الافراح بتاع البشوات والبهوات زمان في العزب. فعشان يروح العزبة دي لازم يركب حمار عشان يوصل. تخيلي عبد الوهاب ده اللي بيخاف من كل حاجة راكب على الحمار. فكان يقول لنا حاجات تموت للضحك فعلا، يعني دمه خفيف خفيف على قد ما بقولك يبقى منشي قدام الناس الغربة كده ما يبقاش. انما بيبقى على طبيعته كان معانا حقيقي. حضرتك الوحيدة اللي عملتي قصاده ثلاث افلام على الرغم ان جميع بطلاته كل واحد عملت لها فيلم ما كانش يرضى. يقول لك البطله مر فيلم واحد بس. فيلم واحد بس. طب اشمعنى ليلى فوزي ثلاث افلام؟ ما اعرفش بقى، كان لازم هو يكون عايش نساله السؤال ده. لا 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 مش عايزه تجاوبي يا مدام ليلى، مش عايزه تجاوبي. لا يعني هقول لك ايه؟ لا قولي. ما فيش. قولي اللي انت فاكراه. قولي اللي انت فاكراه. هقول لك ايه تاني؟ هقول لك على فريد بقى. شفتي بقى؟ يبقى كان في بقى حاجه تاني. لا لا ما كانش في، كانش في اعجاب، ما كانش في قصه حب، ما كانش في حاجه. لا لا. اصله يعني انا سمعت سمعت كده كلام كده انه في البدايه خالص، يعني في البدايه خالص 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 يعني مع ظهور حضرتك قدامه في اول فيلم، عبد الوهاب هام عشقا وحبا للجميله ليلى فوزي، هل ده صح؟